لان عندنا امكانيات هائله في المغرب فيما يخص الموارد البشريه لها يعني والامكانيات، ولكن بزاف ديال المغاربه بكل صراحه تيتهربوا تيتحفظوا تيتخوفوا باش يتبرعوا بالاعضاء ديالهم. وهذا اليوم باش نرفعوا من مستوى زرع الاعضاء عبر ثلاثه المحاور: اولا التحسيس والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمهنيين ديال الصحه ومنظمات المجتمع المدني باش نحثوهم على التبرع بالاعضاء، لان هي صدقه جاريه وهي حس تضامني وطني. ثانيا باش نشرحوا لهم شنو هو السجل الوطني لزرع الاعضاء، لان كاين سجل وطني وكاين حاضرين معنا الناس مشكورين ديال العدل، ان اي مواطن تيمشي للمحكمه وبالبطاقه ديالو يتسجل، ونوريهم كيفيه التبرع، ونشرحوا لهم كذلك شنو هو اللائحه الوطنيه ديال الانتظار للاستفاده من زرع الاعضاء. الناس اللي عنده شي مشكل تيتسجل في اللائحه باش يتكافؤ الفرص. واخيرا عندنا اهداف مرقمه، بغينا ابتداء من اليوم سنويا غندوزوا السرعه الفائقه باش ان شاء الله نحققوا اكثر من 1000 زرع عمليه زرع القرنيه، اكثر من 250 عمليه زرع الكيلي، واكثر من 300 عمليه زرع النخاع العظمي. ادخلوا في نطاق انقاذ حياه الانسان، وهذا من المسائل التي يحث عليها الاسلام ويدعو اليها، ولا حرج ابدا في ان يتبرع الانسان المؤمن من اجل انقاذ حياه انسان اخر محتاج الى هذا التبرع، لان الله سبحانه وتعالى يقول: ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. هو يتبرع بما يشاء من اعضائه في حياته هو، ليؤخذ هذا العضو بعد وفاته. هذا هو الذي فيه اجر كبير وفيه عون ومساعدة للآخرين، وهو مطلوب لأن فيه إنقاذا للحياة. كما كنعرفوا فالإحصائيات كتبين بأن هذه المشكلة بقى قليلة كثيرة في المغرب، لذا فالجمعية ديالنا من بعد واحد مجموع ديال الجهودات اللي قامت بها منذ سنين في هذا النضال اللي هو كنسميه النضال الوطني لتشجيع التبرع بالأعضاء، قمنا بطلب هذه المناظرة الوطنية. علاش هذه المناظرة الوطنية؟ باش كلشي الفاعلين في المجتمع المدني يعملوا في هذا المجال، لأن بدات عندنا الزراعة بدون حوار وطني. لما غناخذوا حوار وطني اللي غندخلوا فيه بالخصوص السوسيتي سيفيل، يعني المفاعلين الجمعويين، مرضى، عائلات المرضى، الناس اللي كيعيشوا في المشاكل، الناس اللي في انتظار الزراعه وهما في التصفيه، او الناس اللي في انتظار الموت وهما ما عندهمش واحد تبرع. المغاربه ماشي هما اقل كرامه بالنسبه للشعوب الاخرى، انما عندنا قله المعرفه، ما عندهمش معرفه، تيخافوا، تيقول لك الدين حرام، تيقول لك بان القانون ما كيحميهمش. بالعكس خصنا نوريهم بانه هذه صدقه جاريه والدين الاسلامي كيحث عليها وكيشجعها، وبان انه القانون كيحمي اولا المتبرع اذا كان حي او لا كان ميت.